مساء الخير جميعا. انا من اسعد ما يكون النهارده لان مرحله جديده في تاريخ السياحه المصريه بدات اشوف معالمه لما شركه جوجل العالميه قابلتني من اعتقد لو هاني موجود يذكرني اكتر من سنتين اكتر ثلاثه من ثلاث سنين واتكلمنا في الفكره ديت من قبل ما اكون وزير. كان في حتى زميل لو تسمعوا عليه كان اكتف قوي هنا في مصر حاليا في دبي وائل فخراني، وجم التيم كله في مكتبي وانا مساعد وزير وابتديت احلم بهذا المشروع. ليه بقول هذا الكلام؟ لانه بالرغم ان انا راجل عجوز لكن من جوه في طفل صغير كده جوايا فمتابع بشغف شديد جدا التطورات التكنولوجيه اللي بتحصل في العالم. في ارقام اتعرضت على حضراتكم النهارده في اطار عرض هذا المشروع من طارق، ولكن انا دايما اتذكر هذا الرقم اللي بيزيد. ده مش رقم ثابت، مش ستاتيك، ده رقم ديناميكي بيتغير كل يوم. في 2 مليار مستخدم للانترنت في العالم، 2 مليار مستخدم حاليا او اكتر شوية من 2 مليار مستخدم للانترنت في العالم. 30% من هؤلاء المستخدمين يستخدمونه لاغراض سياحية. احنا بنتكلم على سوق مقداره 600 مليون مواطن حوالين العالم يستخدموا الانترنت وكل ما له علاقة به من حلقات التواصل الاجتماعي الى اخره، فيسبوك وغيره. 600 مليون واحد يستخدمونه لغرض سياحي، بمعنى اما انه بيتفرج على موقع عشان ياخد قرار سفر، او بيتفرج على الموقع لمجرد انه قرا على حاجة او عاوز ياخد معلومة او حاجة اللي احنا بنسميه او بيسموه الناس براوزنج، الى ان بنصل الى مرحلة جزء من هؤلاء 30% بيتمم عملية تجارية كاملة على الانترنت، بيحجز فندق، بياخد رحلة ويروح لمقصد ما في هذا الشكل. كيف نستطيع نحن في مصر ان نترك هذه الفرصة؟ تخيلت يا جماعة. كيف نستطيع ان نترك مثل هذه الفرصة؟ فانا من بدري، بالرغم انا مش من الجيل بتاع الانترنت والكمبيوتر وهذا التطور، الا ان انا متابع لهذا ومقتنع به ومؤمن ان هذا هو المستقبل. ما رأيتموه اليوم جزء من التطبيقات بتاعت المستقبل. اذا مصر عايزة تزيد اعداد سياحتها وتخش قرن 21 والاعوام القادمة، يجب ان تستخدم كل ما هو علاقة بالتسويق الالكتروني والانترنت وما الى ذلك لطرح منتجاتها وهم قصدنا عشان ناخد اعداد متزايدة. انا الحقيقة برضو ادعي انه كنت من اوائل المسؤولين في قطاع السياحة المصري اللي اشتغلت بقوة جدا من حوالي سنة ونص او سنتين مع جوجل ومع وزارة الاتصالات في مشاريع مختلفة. يمكن احب انتهز هذه الفرصة برضو قلت الضوء عليها، لان احنا بنتكلم في اطار استخدام التكنولوجيا العصر في عملية الترويج. ليه بقول الكلام ده؟ لانه لسنين طويلة جدا كانت ادوات التسويق والترويج اللي انتوا حضراتكم المتابعين للشأن السياحي عارفينها لم تتغير. حاجات زي انتاج افلام مكلفة جدا تحطها في التلفزيونات الدولية، ان تتواجد من خلال مكاتب، ان تطبع كتيبات، ان تطبع مجلدات، ان تقوم بعملية ما يسمى بالتسويق المشترك مع كبار منظمي الرحلات في الخارج او مع منظمي الرحلات في الاخر كبار ام صغار، وهكذا. هذه الادوات مطلوبه ان احنا ننفذها، موجوده. لكن لو خدتوا نسب مئويه
لانحصار جزئي لبعض هذه الأدوات نجد أنه في انحصار جزئي لمثلا الإعلان المقروء على الجريدة المطبوعة بإن في زيادة من الاهتمام على المواقع لنفس الجريدة. الجيل بتاع حضراتكم شاف شباب كتير موجود، يمكن النهاردة لو ترفعوا ايدكم واسألكم كم واحد فيكم بيشتري الاهرام كل يوم صبح؟ واحد اتنين، من قاعة فيها تلاتة اربعة، من قاعة فيها مية مية وصحفيين. انا لسه كنت هقول كده، معناه انه حضراتكم لقيتوا البديل اللي اكثر فعالية ليكم وارخص. تطلع اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك وتعرف الاخبار وتعرفها لحظة بلحظة، تتابعها على مدار اليوم في مواقع مختلفة انتوا نفسكم بتشتغلوا فيها او مرتبطين بيها بشكل او باخر. ازاي انا بقى يا عجوز ما اعرفش ان ده هو المستقبل وما ادركوش وانا مسؤول عن القطاع واستخدمه لصالح بلدي؟ هذا هو النموذج اللي تراه النهاردة اللي لازم يكون له الشغل. النهاردة انا قعدت مع زملائي في الوزارة وفي هيئة التنشيط وبدأنا نضع موازنات وميزانيات اكبر للانفاق في هذا الاتجاه، وميزانيات اقل فيما هو بالورقة والقلم بيقول بيتراجع، عشان نحسن استخدام ما لدينا من موارد في الاغلب محدودة افضل استخدام ممكن. النهاردة احد العلامات على هذا الطريق اللي احنا بدأناه، في علامات اخرى، وهطلب من زملائي في او اصدقائنا في شركة جوجل ان اتكلم مع حضراتكم فيه عشان تعرفوا اهمية اللي انا بقوله. النهاردة طارق قال لحضراتكم ضمن الارقام في عرضه ان في مليار مستخدم للجوجل مابس، خرائط جوجل، وده جزء من الآلية بتاعت خرائط ومنظومة خرائط جوجل. في هذه المنظومة فيها المشروع بتاع الستريت فيو. ستريت فيو يعني جولة افتراضية على مستوى الشارع، يعني واحد ماشي الكاميرا في الشارع والانطباعات بتاعته بياخدها بصور، صور ثلاثية الأبعاد في 3D وبيحطها، يعني جوجل بتحطها عليه. انما احنا كمان كمصر عندنا ميزة اضافية يمكن طارق ما ذكرهاش احب اذكرها، احنا محطوطين ضمن ما يسمى المجموعة الخاصة اللي هي السبيشال كوليكشن. مصر محطوطة ليه؟ مصر فيها احد عجائب الدنيا السبع الباقية اللي هي الاهرامات، فمحطوطة ضمن اطار المستخدم لمثل هذه الخرائط بتاعت جوجل عشان يشوف الموضوع ده، بيروح للحتة دي. وهذا موقع متميز مصر، صحيح في 50 موقع اخر تم ذكره موجود على جوجل، الا ان احنا كمصر ان شاء الله باطلاق هذا المشروع اليوم نكون احد اهم هذه المواقع في هذا المشروع العملاق، وعاوزين نزود مع جوجل في المستقبل مواقع اخرى في مصر عشان ده مهم جدا. ليه مهم جدا؟ لان ارقام بتاعت الدراسة بتقول انه 30% من مستخدمي هذه الخدمة، المليار دول 300 مليون واحد، ما بياخدوش قرار للسفر الا او لمكان عاوزين يروحوه الا لما يشوفوه باستخدام هذه الوسيلة. يعني انا مرة تانية، غير 600 مليون واحد اللي حوالين العالم بيستخدموا ادوات العصر الحديث، في 300 مليون ان شاء الله هنكون ضمن الخريطة اللي ممكن يروح يقول طب مصر فيها ايه، يروح رايح للموقع ويتفرج على ده بالاسلوب اللي هو 360 درجة. انتوا شفتوا حتة منه، كان العرض بيوريها لنا، بيمشي من جنب الهرم، يقدر يقف في حتة، يطلع فوق، ينزل تحت، يلف حوالينه كأنه ماشي على رجله في المكان ده. فأعتقد دي أداة متميزة لو فكرت شوية فيها كده وعمقت التفكير
عملية هامة جدا 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 في العصر اللي احنا فيه واحنا بنستخدمه دلوقتي. انا عايز اقول انه الشغل اللي بنعمله النهاردة على الانترنت بدأ يعطي مردود جيد وبدأ في استجابة وهنزيد اكتر. الجديد برضو اللي احب اقوله هنا، وانا كنت بتكلم على بعض الناس اللي عارفين طبيعة شغلنا، يجي يقول انتم ما عملتش لغاية دلوقتي حملات تلفزيونية وانتاج افلام، اللي هي الحملات اللي كنا بنعملها لغاية سنة 2010. يمكن هغير الفكر ده لحضراتكم، انه النهاردة مش محتاج ان انا اصرف مليارات عشان ببالغ ملايين يعني من الدولارات لانتاج افلام واحطها على التلفزيون. اقدر انتج افلام باسلوب تكنولوجي رائع وانا بتعامل في حاجة زي كده. الميزة لو تذكروا حضراتكم كنا بنعمل فيلم دعائي زي ورت اول بيجنز، اللي هي اللوجو بتاعها هو ايجيبت ده، هو كان تحتها كلمة ورت اول بيجنز، كنا بنستخدمه لمدة 3 سنوات. في هذا العصر، عصر السرعة، عصر ان كل يوم فيه جديد، محتاج ان انا ابقى قريب من القلب والعين. ويقول لو المثل بتاعنا للبلد اللي يقول لك بعيد عن العين بعيد عن القلب، فاحنا عاوزين نبقى في القلب، فيبقى لازم نكون في العين كل مرة بشيء جديد. فاحنا ناويين ننتج سلسلة من الافلام بتكلفة اقل كتير جدا مما كنا بننتجه قبل كده، ونحطه على الانترنت ونستخدمه في التلفزيون وفي مواقع CNN والبي بي سي وكل الكلام ده، لانه فيه مستخدمين. ونفكر بآلية بره الصندوق في هذا الخصوص، وده جزء من التفكير خارج الصندوق، وانا معتز بهذه التجربة. وبقول لحضراتكم ان شاء الله مع الاستقرار اللي ان شاء الله مصر بتشهده ويزيد في الفترة القادمة، مثل هذه الادوات هتبقى سمرة. اذكركم احنا تقريبا دلوقتي في سبتمبر وخلصنا الموسم الصيفي، كان في الحمد لله حركة سياحة عربية يمكن لمستوها في مصر اعلى من السنة اللي فاتت بكتير، ارقام بتقولي هذا. جزء من الادوات اللي استخدمناها هو تكنولوجيا العصر، وجزء منها حملة انتجناها بتكلفة معقولة جدا اسمها وحشتونا، يمكن انتوا شفتوها واستخدمناها، كان ليها اثر جيد جدا. فاحنا بنكرر التجربة دلوقتي، لانه انا بكلم حضراتكم ان كان للسياحة جسم فهو يقف على قدمين، قدم السياحة الشاطئية ده اللي احنا استخدمناه اليومين اللي فاتوا من بعد يونيو ويوليو واغسطس، والقدم الاخر هو السياحة الثقافية اللي موسمها بيبدأ في 1 نوفمبر القادم رسميا الشتاء، اللي هو بيربط القاهرة بالاقصر واسوان. انا سعيد وانا في هذه المرحلة من السنة في سبتمبر اني انا اطلق هذا المشروع مع جوجل للعالم، لانه بيساعدني في وضع السياحة الثقافية في بؤرة اهتمام بين قوسين السائح المرتقب اللي انا بستهدف انه يجي مصر، ودي اداة ضمن حزمة من الادوات مفروض كلها تشتغل في تناغم مع بعضها عشان ازود الحركة. وعندي تفاؤل شديد يا رب في الشهور القادمة مصر يا رب تعود لي الحركة، لاني اعترف هناك تحدي كبير جدا في مجال عودة السياحة الثقافية مرة اخرى لمصر، لانها تراجعت كثيرا خلال ال3 سنوات الماضية. انا مش قلقان قوي على منتج السياحة الشاطئية، ان شاء الله يتحرك. في قضايا كتيرة وتحديات فيه نعم، لكن التحدي الاكبر اللي احنا بنواجهه هو السياحة الثقافية، وبالتالي انا سعيد اليوم باطلاق ده. وبشكر حضراتكم لحسن الاستماع، وانا اطلت عليكم شوية، لكن بدعو طارق هاني متأسف من جوجل يديكوا فكرة عن بعض الانشطة الاخرى اللي هي في نفس الاطار ده بتاع استخدام التكنولوجيا. وهنا مع جوجل لو تفتكروا حضراتكم احنا اشتغلنا مع فيزا في نفس الفكرة، كل دي ادوات بتحطوها الحتة الصغيرة جنب بعض في الاخر تكون صورة، وان شاء الله الصورة دي تبقى هي الصورة الفائزة مصر ان شاء الله. هاني
سيادة الوزير يعني الحقيقة يعني بعد ما سيادة الوزير قاله ما أعتقدش في كلام كويس أقدر أقوله. وأعتقد إن لما بنيجي نبص على الإنترنت وتأثيرها واستخدام الإنترنت وكمان إزاي السايح بيتواصل بياخد قراره بناء على الإنترنت، ولما بنشوف زي ما معالي الوزير قال إن تقريبا تلت الحجم الاقتصاد السياحي بيتم تماما على الانترنت كمعاملة كاملة من حجز اوتيلات وحجز طيران واتخاذ القرار بالسفر. اللي انا عايز اقوله سريعا على التعاون الكبير اللي احنا بنعمله مع سيادة الوزير ومع هيئة تنشيط السياحة، وبنشكرهم جدا ان هم تحولنا الفرصة ان احنا ناخد مصر ونقولها انه نقول للعالم ايه هي مصر. انا مصري على فكره يعني غير جوجل خالص، فانا فعلا فخور جدا بالشغل اللي احنا بنعمله، لان بالارقام وبالمردود بدانا نحس بنتيجه ممتازه. هدي حضراتكم مثال بسيط وهكتفي بهذا عشان ما اطولش عليكم. ان احنا عندنا مثلا الحمله اللي احنا شغالين في فتره الصيف، يعني دي وصلت لعدد كبير جدا من السياح في العالم، وبالارقام يعني يمكن الخبر انتشر في الجرايد من حوالي اسبوعين ان في الفيديو بتاع السياحه الشاطئيه بتاع بطله العالم في الكايت سيرفينج حقق اكثر من 2.5 مليون مشاهده على اليوتيوب في اقل من شهرين، وكذلك الفيديو بتاع الحمله العربيه اللي هي تحديدا حمله وحش تونة اللي بتستهدف الدول العربيه حقق اكثر من 1.5 مليون. والحقيقه النتائج مبشره جدا، لان دي بقى حاجه انا يعني هسيبها خالص طبعا وزاره السياحه تقولها لحضراتكم، ولكن انا النهارده سعيد وسعيد كمان وببص لقدام على حجم التعاون اللي احنا بنأمله ان شاء الله ان احنا نساعد السياحه في الفتره اللي جايه. واشكر حضراتكم جزيلا على هذا.